السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة جديدة من محاضرات دورة عملية في الإلكترونيات مع المهندس وليد عيسى، واليوم بدنا نكمل في تصميم دوائر الترانزستور كمفتاح، ولكن مثال آخر، هذه المرة على ماتور. تمام، أخذنا المرة الماضية على ليد، حاجة بسيطة، تيار صغير، واخترنا ترانزستور اللي هو البسيط، ولكن هالمرة التحدي هيزيد شوية، فخلينا برضو إيش نأكد على فهمنا عمليا ونظريا كيف بيشكل الترانزستور كمفتاح وكيف احنا نصممه. تمام، بنفس الاساليب المره الماضيه هنعيد، ولكن هذه المره هنعملها عمليه ان شاء الله. نريد التحكم بتشغيل وايقاف محرك، هذه المره يعمل على 24 فولت مش 5 فولت زي ما اخذنا المره الماضيه، عن طريق برضو اشاره صغيره اللي هي 5 فولت. تمام، فانا عندي 24 فولت وعندي ماتور. طبعا واحد بيقول لي ايش هذا الدايود اللي موجود هنا، طبعا هنشرحه ان شاء الله بعد شويه. 24 فولت هشغل ماتور، تمام، ولكن انا بديش اشغله بالسويتش، بدي اشغله عن طريق ترانزستور، ولكن الترانزستور هذا بده ياخذ اشاره صغيره، يمكن هنا في دائره بس بتطلع لي 5 فولت او 0، 5 فولت او 0. تمام، فانا بختار، فانا بدي اياه يشغل ال 5 فولت، هذه الاشاره الصغيره بدي اياها تتحكم في ال 24 كله. تمام، طيب عرفنا ان المحرك يعمل على 24 فولت، ولكن كم من التيار يستهلك؟ وهذا التيار طبعا يجب ان يتحمله الترانزستور. كم قديش التيار اللي بيستهلكه الماتور؟ طبعا كل ماتور في عندنا موجود في السوق مثلا او بين ايدينا بيستهلك تيار مختلف عن الاخر. تمام، ففي انا عندي طريقه سهله انك انت تعرف ايش التيار اللي ممكن يستحمل الماتور، خلينا نشوف بعد شويه. ولكن اذا كان مكتوب عليه بعض البيانات اللي بتقول عنه ايش هو التيار اللي بيستحمله، فانا اوكي 100% بس اعمل هذه البيانات، غير هيك لازم استعمل اللي هو عباره عن تست عملي. اذا كان مكتوب عليه بعض البيانات الداله على ذلك، كما هو مكتوب على بعض اللمبات، في بعض اللمبات مكتوب عليها كلام، زي كيف اللي مكتوب عليها كلام، مثلا هذه اللمبه مكتوب عليها 12 فولت، بتشغل 12 فولت و20 واط، هي 12 فولت و20 واط، انا عندي باور وعندي فولت، هل ممكن اجيب التيار؟ طبعا بكل سهوله ايش ممكن احسب التيار اللي هو 20 واط على 12 فولت، بيطلع عندي 1.67 امبير. تمام، فانا من السهل جدا انه لو كان عندي بيانات احسب الامبير اللي بتستهلكه هذه القطعه، ولكن لو مش موجود عليها اي كتابه فانه احنا بدنا نحتاج بعض التجربه العمليه اللي بدنا نشوفها الان على الماتور اللي عندنا. هاي الان انا في عندي ماتور، خلينا نشوف هذا الماتور كيف ايش مواصفاته، قديش ممكن يسحب تيار وجهد. تمام، انا في عندي هذا الماتور مكتوب عليه انه بيسحب او بيشتغل على 24 فولت. تمام، في بيانات تانية زي RPM 100، RPM 100 يعني معناته revolution per minute، يعني قديش لفة في دقيقة. تمام، مكتوب 100 يعني 100 لفة في الدقيقة لو انا اعطيته 24 فولت. في طبعا مكتوب جير بوكس، معناته انه هذا فيه تروس، في كود هنا ممكن احنا نستعمله لو احنا حابين نعرف يعني من وين ممكن ينشرى، او بيانات اخرى. تمام، زي ممكن يعني يعطينا مثلا بيانات اخرى زي التيار والوات، ولكن ما اعتقد انه يعطينا هذه البيانات. هاي مش لاقين انه اي بيانات مثلا الوات او الامبير عشان نعرف قديش ممكن يسحب. تمام، فكيف احنا ممكن نعرف كيف ممكن يسحب؟ حتى في الليبل هذا في عليه بيانات ممكن من خلالها نعرف، ولكن نفترض انه انا عندي ماتور ما فيش عليه اي ليبل. تمام، بس انا عارف انه هذا الماتور والله بيشتغل على 24 ولا على 12 ولا على 5 وايش، وبحاول اشغله، فبدي اشوف قديش التيار اللي بيسحبه. في عندي انا طريقتين هنا ايش لمعرفه التيار قديش هذا ممكن يسحب. تمام، الطريقه الاولى هو انه هذا الماتور في النهايه عباره عن ايش، هذا الماتور عباره في النهايه عن ملف. تمام، والملف هذا له مقاومه. تمام، فانا لو قست المقاومه، تمام، بقول ال 24 على المقاومه هذه بيطلع قديش ممكن تيار يسحب. تمام، فانا نعيد ثاني، هذا الماتور عباره في النهايه عن ملف، والملف ممكن له مقاومه. تمام، فهذا ممكن انا اقيس هذه المقاومه بواسطه المالتيميتر واقول 24 فولت على قيمة المقاومة هذه بيطلع التيار اللي ممكن يسحبه الماتور وايش، ومن خلال هذا التيار انا ممكن اقدر ايش كيف اصمم دائرتي. تمام، خلينا اول حاجة نجرب الماتور. تمام، فهي السالب على السالب والموجب على الموجب، نشوف اول حاجة شغال 100%، هي 24 وهي ايش شغال ما فيش مشاكل 100%. تمام، خلينا الان نقيس ايش، نقيس قديش المقاومة تبعت الملف تبعه. تمام، فأنا هاي حطيت هنا على مقياس المقاومة، وهاي في عندي أنا التوب روبس هنا، خلينا نشوف قديش ممكن يكون في مقاومة له هذا الماتور. تمام،
ايوه مكتوب هنا تقريبا 0.017 كيلو اوم، معناته 17 اوم، هذا مقاومته الان 17 ايش اوم. تمام، فالان بكل بساطه تعال قول ال 24 فولت لو انا حطيتهم على مقاومه 17 اوم قديش ممكن تسحب تيار؟ مكتوب 1.4 امبير، 1.4 من 10 امبير. هذه ال 1.4 من 10 امبير هو عباره عن ايش؟ عبارة عن تقدير أولي لقديش ممكن هذا يسحب. تمام، وهذا طبعا التقدير إن شاء الله ناجح. تمام، فخلينا الآن في عندي أنا تستان، في عندي أنا طريقة تانية نعرف قديش التيار ممكن يسحبه، وهو إنه فعلا قيس تيار عمليا. تمام، فخلينا نحول هذا هيك في الأول، نحول هذا لمقياس التيار. أنا في عندي هنا مقياسين للتيار. تمام، بختار الأعلى ليش؟ على افتراض إنه هذا يسحب قيمة عالية ما بعرفهاش. طبعا ايش، ننقل المالتيميتر على الامبير ونقيس الان التيار. بحط الموجه مثلا على الموجه، بقيس التيار مثلا من جهه السالب، فانا عندي هاي ال 24 الموجه هنا وهي السالب هنا. تمام، فبأشيل واحد منهم وبحط ايش، وبحط المالتيميتر في الوسط. تمام، ونشوف قديش تيار هيسحب. تمام، زي ما هو واضح هنا انه سحب حوالي 0.08 امبير، 0.08 امبير، ولكن هل هو هذا الامبير الصحيح؟ هل هو هذا يعني اللي انا هعتمده في قياساتي؟ وطبعا بعيد كثير عن 1.4 اللي قبل شوي عملنا لها تقدير. طبعا مش هذه هي القيمه الصحيحه. ليش؟ هذا شباب الان الموتور هو الان قاعد بلف في الهواء. تمام، ولكن انا لما اجي اشغله فعلا استعمله عمليا بدي اخليه يشغل مثلا روبوت، نفترض انه في عجل هنا والعجل بده يعمل احتكاك مع الارض ويدفع حمل معين مثلا 1 أو 2 كيلو. تمام، فهذا الكلام هل بيأثر على قيمة التيار؟ خلينا نشوف. نفترض ان انا مسكته وعملت احتكاك له، شوف اطلع الامبير صار يعلى. الامبير عندي انا ايش هنا صار يعلى 1.3. تمام، فالان انا ممكن ايش احط عليه لود اعلى فاعلى فاعلى. شايفين انه بوصل مثلا ل 1 امبير، كان اقل من 10 امبير وصل تقريبا ل 1 امبير فجاه. طب انا كيف اعرف القيمه العاليه له؟ وانهي الموضوع بكل بساطه، بدك توقف ايش، بدك توقف الموتور كاملا. تمام، طيب انت طبعا هذا التست بتعمله فقط مع مواتير صغيره مش المواتير الكبيره. تمام، لما بلاش تكسر ايدك، فانا الان بدي احاول اوقفه. تمام، بشكل كامل. ها 1.36 وصل، 1.36 كتير قريب من 1.4، وبالتالي انا فعلا اتاكدت انه الامبير اللي انا قبل شوي عملت له تقدير قريب جدا من الامبير الصحيح اللي هو 1.4. لكن انا ممكن اخذ بزياده اخليها 1.5 في تصميمي. ليش؟ عشان اي اعتبارات اخرى ممكن يعني وصل 1.5 لو كان مثلا الماتور بارد وصل ل 1.5. فالان هي وصل 3 من 10 او 1.35. تمام، يعني يعتبر 1.4، وانا هعمل تصميمي على انه بيسحب 1.5 امبير. طيب زي ما شفنا الان انا في عندي اللي هو المحرك صار بده يتحمل واحد او بيستهلك 1.5 امبير. طبعا انا باخذ القيمه الاعلى على اساس انه ايش، انه اخليه في السيف سايد، وبيشتغل على 24 فولت، 24 فولت 1.5 امبير، فانا بدي الترانزستور يتحمل القيمتين هذولا. تمام، طبعا خيارات الترانزستور موجوده عندي زي ما حكينا المره الماضيه، خيارات عندي كثيره، ولكن انا اخترت مثلا عينه عشوائيه. تمام، بس علشان اخلي مخك شغال معايا. العينه العشوائيه هي بي سي 547 2 ان 4 2ات وتي اي بي 41. في انا عندي الفي سي اي لكل واحد منهم، يعني الفولت والتيار بيستحمله، هذا بتستحمل 45 ملي امبير، هذا بيستحمل 40 فولت و1 امبير، وهذا بيستحمل 60 فولت و6 امبير. طبعا ليش انا اخترت هذول الثلاثه ما اخترتش غيرهم؟ يعني هذا اولا عشوائيه، ثانيا هم الموجودات عندي في المختبر، فانا موجود عندي هذه الثلاث قيم مش موجود عندي كل الجدول. تمام، فانا بدي اشوف مين فيهم المناسب لتجربتي هذه. تمام، فانا عندي هذا طبعا زي ما احنا شايفين بيتحمل بس 100 ملي امبير، فهو ايش؟ غير مناسب. 2 4 2ات بيتحمل 1 امبير، طبعا انا بدي اياه يتحمل 1.5 امبير، فهو غير مناسب، لكن هذا يتحمل 6 امبير. طبعا لو لقيت واحد عندي في المختبر بيتحمل مثلا 2 امبير 3 امبير بيكفيني بدل ما اجيب 1 او 6 امبير. تمام، ولكن هاي الموجود عندي فانا اضطريت انه اختار مثلا
اللي هو بتحمل 6 امبير. طبعا ال 60 فولت اوريدي بتحملها لانه هنا بده 24 فولت بس. تمام. طيب الان البيتا، البيتا من جدول او ممكن بدها تشيد زي ما تعلمنا قبل هيك، هذا عباره عن 110 وهذا 200، لكن انا مش هستعملهم، يبقى في عندي انا هنا 30، البيتا عندي انا 30. يبقى اللي بدي اختاره مين هو؟ اللي هو عباره عن التي ار بي 41 اللي هو عباره عن 60 فولت و6 امبير و30. وطبعا في جدول بحاجات ثانيه، يعني ممكن انت لو انا عندي تي اي بي 120 كان اخترته مثلا، لو انا عندي التي اي بي 31 كان اخترته افضل لي، هيو لو عندي البي دي 139 برضه كان اخترته، هي 1.5 امبير بتحمل، بس 1.5 امبير بخلهوش يعني معايا. ليش؟ لانه انا بدي اكثر، بدي اياه يسخن الترانزستور. تمام. فبختار التي اي بي 31 وفوق. تمام. فهذه بس جدول للان بي ان ترانزستور. وفي عندك انت بي ان بي، وقلنا قبل هيك احنا ليش بنختار الان بي ان وما اخترناش البي ان بي. تمام. انا الان بدي اعيد لك نفس المثال او نفس الحاله على سيميليشن، ولكن نتذكر انه انا عندي هنا 0 و5 فولت، لكن في حاله البي ان بي بلزمني عشان اشغل واطفيه 0 وايش و24 فولت. خلينا نشوف. زي ما احنا شايفين يا شباب، هنا في عندي ال24 فولت، وعندي هنا الماتور، وفي عندي هنا الان بي ان ترانزستور اللي هو تي اي بي 41، وفي عندي هنا 5 فولت او ايش او 0 فولت. المفترض الصفر ما تشغل الماتور، وال5 هي اللي تشغل الماتور. تمام. طبعا قيمه المقاومه هذه ان شاء الله بعد هيك بدنا نصممها احنا ونعرف نحددها. تمام. في نفس القصه هنا بالمقابل، في عندي 24 فولت والترانزستور بي ان بي هالمره، ولكن رقمه طبعا تي اي بي 42، مش معقول 41 هو يكون ان بي ان وبي ان بي. ففي عندي 42 اخوه اللي هو بي ان بي ترانزستور، وهي الماتور، وفي عندي هنا ايش الصفر فولت او الخمس فولت. خلينا نشوف المتوقع، هل الصفر فولت تطفيه والخمس فولت هتشغله ولا لا. ركز على اليمين عندي هنا، الصفر فولت هي مش مشغلاه، ولكن الخمس فولت هي شغلته ما فيش مشاكل. هنا الصفر فولت هي مشغلاه، طب والخمسة فولت برضو مشغلة. تمام. فأنا في عندي في الحالتين برضو بيشتغل الترانزستور، وفي الحالتين بيشتغل الماتور، وبالتالي أنا هذه الحالة مش هتنفعني إنه أنا استعمل البي إن بي ترانزستور. تمام. فأنا وقتش هو هيفصل لما يكون الجهد اللي هنا لازم يكون قد اللي هنا. تمام. فعند الصفر فولت هنا هيكون شغال، ولكن عشان أطفيه لازم أحط هنا 24 فولت. تمام. وبهيك إيش بيشتغل. تمام. عشان هيك ايش لازم الانسب لنا في دوائرنا، انا ما دام عندي 0 و5 يبقى هو ايش الان بي ان ترانزستور. وبالتالي عشان جهد التحكم متوفر عندي هو 5 فولت و0 بس ما بنفع، ولكن عشان اجعل المتحرك يعمل او يقف لازم ايش 0 و24 فولت في هذه الحاله تبعتي. طيب نرجع احنا لخياراتنا، وقلنا احنا ايش الخيار تبعنا اللي بدنا نستعمله هو تي اي بي 41، لانه بتحمل الجهد والتيار اللي انا بدي اياه. يبقى الان انا عندي هنا 1.5 امبير هيمر، يبقى ايش قديش الاي بي هيكون؟ في عندنا اللي هو علاقه اي سي تساوي بيتا اي بي، الاي بي هتساوي اللي هي 1.5 امبير على 30 اللي هي البيتا اللي احنا جبناها او الاتش اف اي. تمام. نفس القيمه، وتساوي تقريبا 0.05 من الامبير، يعني ايش 50 ملي امبير تقريبا. تمام. وقلنا قاعده عامه عشان اخليه مشبع عشان الترانزستور، طبعا هذه العلاقه بنستعملها في حاله الاكتف، وانا جبت الاي بي اللي بتخليه في حاله الاكتف. طب انا كيف بدي اخليه في حاله الاشباع؟ لازم الاي بي هذه اضربها في مضاعفات عشان اخلي الاي سي يتضاعف ويخليه يوصل لحاله الاشباع. تمام. يبقى الان في حاله في الحاله هذه انا لازم اضربه في ايش في 5 لحد 10 مرات. انا ضربت طبعا هذه المره في 5 برضه، الاي بي في 5 مرات الموجوده هنا طلع عندي تقريبا 0.25 امبير، يعني ربع امبير. تمام. ربع امبير انا هستهلك من هنا ربع امبير. تمام. وبالتالي هصل لحاله الاشباع. الربع امبير هنا هيتحكم ب 1.5 امبير هنا. تمام. طيب يبقى ايش بلزمني؟ انا الاي بي اللي هنا بدي اياه ايش؟ و 0.25 من الامبير. يبقى بقدر احسب الار بي ولا لا؟ انا بدي المقاومه هذه. هي انت مهمتك كمصمم كمهندس تحدد الترانزستور وتحدد ايش الار بي. الار بي قيمتها اللي هي عباره عن 5 فولت ناقص الفي بي اي سات. الفي بي اي سات احنا شايفينها هنا 1.8، من وين جبتها 1.8؟ من الداتا شيت. هذا بدي اخليها لك انت، تروح على الداتا شيت وتكتب تي اي بي 41 A وتشوف ايش اللي بيطلع معك من الفي بي اي سات اللي 1.8 على 0.25. بيطلع عندي 12.8 اوم، صغيره جدا هذه. تمام. وبالتالي نختار قيمه مقاومه تقريبا 10 اوم، هي هذه ايش قريبه من الموجوده في السوق.
ما بختار طبعا اكبر عشان يعني يكون انا في السيف سايد. طبعا واحد يقول لي ممكن اختار 20 اوم ما فيش مشاكل ما دام انت ضربتها في 5 يبقى انت في العالي تمام. وبهيك هاي احنا صممنا دائرات الموتور عن طريق ونتحكم فيها عن طريق مين الترانزستور. وخلينا نشوف هذا الاشي عمليا. هذا شباب ترانزستور BC547 يمكن اخذناه في محاضرات سابقة قبل هيك وتعرفنا على خصائصه وقلنا هذا مش هنستعمله معنا في تجربتنا لانه بيستعمل ايش تيار تبع مين تبع الموتور. فهل انا بس عرضته عشان اقول لك هل كل الترانزستورات لهم نفس الشكل هذا؟ طبعا لا. الترانزستور اليوم مثلا هو ترانزستور ولكن له شكل تاني لانه بيستحمل طبعا امبير اعلى. ايش الترانزستور هذا؟ رقمه زي ما احنا شايفين TIB41A تمام. RS هو الشركة اللي بتبيعه وفي عندك هنا كود تحت انسى تمام. فانا عندي هذا TIB41A شوفوا كيف شكله. طبعا هنا ممكن يركب مشتت طبعا عشان يشتت الحرارة لو عليت حرارته. طبعا هاي له ثلاث أطراف ولكن انت كيف تعرف ثلاث أطراف هذولا؟ بتروح على جوجل بتكتب TIB41A بنفس الكود الموجود هنا ايش بيطلع لك؟ بيطلع معك هذه الرسمة تمام. هذه الرسمة بتقول انه TIB41 اللي انت ماسكه هذا الطرف اللي على الشمال هو البيس. يمكن تعودنا في الترانزستورات السابقة انه الوسطاني هو البيس ولكن هذه المرة لا، الطرف اللي على الشمال هو البيس، الطرف اللي بعد هيك الوسطاني هو الكوليكتور، والطرف اللي على اليمين هو الإيميتر تمام. فعلى هذا الأساس أنا هبني دائرتي وعلى هذا وعلى أساس هذه الأطراف إنه هأخذها بعين الاعتبار عشان إيش ما أغلطش، لأنه لو وصلت خطأ احتمال كبير تحرق الترانزستور. خلينا يا شباب الآن أكون الدائرة قدامكم عشان نشوف كيف برضو إحنا نأخذ اللي هو مهارة تكوين الدوائر. في أنا عندي أذكركم بالدائرة تبعتنا، في أنا عندي اللي هو مصدر 24 فولت هي هو هذا الأحمر تمام. في أنا عندي الترانزستور TIB41 وعرفنا أطرافه الثلاثة، قلنا البيس كوليكتر إيميتر زي ما هو واضح تمام. فأنا البيس هنا بدي أشبكها مع 10 أوم والعشرة أوم تنشبك مع الخمسة فولت، وفي عندي أنا الماتور طرف منه في ال24 والطرف الثاني مع الكوليكتور، ولا انسى الديود اللي عرفنا ايش اللي المهم في حمايه مين في حمايه الترانزستور، وفي النهايه الايميتر على الجراوند. فخلينا في الاول نشبك واحده واحده تمام. فالان نشوف الايميتر على الجراوند. فهي انا عندي الارضي هنا الجراوند هاي شبكته على الايميتر اللي هو على اليمين تمام. في انا عندي الماتور تمام، هاي طرفين الماتور بدنا نحطهم هنا نخليهم واضحين تمام. هاي طرفين الماتور، فانا بدي اجيب دايود قلت بالشكل هذا. السالب تبع الدايود موجه لل24، فانا عندي هاي الدايود السالب تبعه هيو هنا تمام. فانا بدي اوجهه ايش على ال24 فولت اللي هو الطرف الاحمر هنا تمام. وبهيك انا ايش حطيت الدايود بشكل صحيح. لو حطيته بالعكس مش هيشتغل الموتور لانه هيصير التيار يمر عن طريقه واحتمال كبير ايش ينحرق تمام. فانا هاي الموتور خلصته هوصله في النهايه ال24 ولكن ماجلها شوي. طيب في سلك هنا طبعا السالب تبع الموتور هنا هيوصل بالكوليكتور. وين قلنا الكوليكتور؟ الكوليكتور اللي هو الطرف الوسطاني. فانا هاي وصلته بايش بالكوليكتور الطرف ايش الوسطاني تمام. وفي عندي خلصت هذه المنطقه والجراوند خلصته. في عندي العشرة اوم، طبعا العشرة اوم هيها هوصلها بالبيس اللي هو قلنا ايش البيس، البيس اللي هو الطرف على الشمال تمام. وهي ايش طلعته هنا تمام، وهوصله في النهاية الخمسة فولت. الخمسة فولت بعد شوية هنجيبها تمام. فالان انا عندي الدائرة الان جهزت بكل بساطة، ما فيش عندنا غلبة كبيرة. هوصل 24 الان واشوف كيف الدائرة هتشتغل ولا لا تمام. فانا هي وصلت ال 24 وما دام ما فيش هنا 5 فولت يبقى ايش؟ اكيد هو في حاله الكات اوف والموتور مش هيشتغل. الان هوصل 5 فولت. في شغله صغيره انا حابب احكيها هنا، تمام؟ هذه ال 10 اوم يا شباب، احنا قلنا في السلايدات قديش هيمر فيها تيار؟ قلنا في السلايدات هيمر فيها تيار تقريبا تقريبا حسب حسبتنا تقريبا 1.25 امبير، تمام؟ 0.25 امبير، قديش الباور لازم تكون فيها؟ قلنا احنا الباور تبعت اي مقاومه تساوي ايش؟ اي تربيع في ار. تعال نحسب الاي تربيع في ار ونشوف قديش بدها تطلع تمام. الاي تربيع في ار هي 0.25 تربيع ضرب ال10 معناته 625 ملي واط. 625 ملي واط، 625 ملي واط. هذه يا شباب عباره عن
الباور اللي لازم تتحملها مين؟ المقاومة. هذا عبارة عن 10 اوم. المشكلة انها مش ما بتتحمل الباور هذه، فانا بتوقع احتمال يعني يا تسخن جدا يا اما تنحرق. تمام؟ ليش؟ لانها اقل من الباور هذه. عشان هيك احنا في الديزاين لازم اعرف انا كل حاجة هل بتستحمل ولا لا. العشر اوم هذه لازم تستحمل على الاقل 625، فانا لازم اشتري 10 اوم 1 واط. تمام؟ او اعلى بشوية، لكن انا ما عنديش الان 1 واط، فانا بدي اغامر واشوف العشر اوم هتستحمل ولا لا. طبعا هتسخن جدا، واذا اول مرة استحملت تاني مرة مش هتستحمل. تمام؟ فاحنا هنشوف التست تبعنا ومش مشكلة يعني، خليها نتعلم. اوكي؟ فالان هوصل 5 فولت، هاي الخمسة فولت انا عندي. تمام؟ ومتوقع لما اوصل 5 فولت هنا، تمام، ايش اللي هيصير؟ هيشتغل الماتور. فنشوف فعلا هيشتغل الماتور. تمام؟ وهي بفصل بشغل بفصل بشغل، وبالتالي خليت الخمسة فولت بتيار تقريبا 0.25 انه ايش يتحكم بمقدار 24 فولت وتيار قديش 1.5 امبير. تمام؟ يعني اضعاف مضاعفة من البوينت 2.5. وكمان انا لو زودت هنا لو زودت هذه المقاومة كان ايش فعلا هي ساخنة جدا الان، هي جدا ساخنة الان، وانا حتى شفت شوية دخنة طلعت منها قبل شوية بس يمكن مش واضحة في الكاميرا، لكن هي ما زالت انا قاعد بشغل بسرعة عشان ما تنحرق. لو ضلتنا مشغل يمكن مدة طويلة احتمال كبير تنحرق. تمام؟ فهي يعني على شفا انها ايش تولع. تمام؟ في انا شغلة صغيرة بدنا نتأكد منها انه هذا الترانزستور وصل الساتوريشن. تمام؟ فبكل بساطة عن طريق الفولت ميتر ممكن نعرف. هاي شبكت شباب الفولت حوالين السي والاي في سي اي، وبدي اشوف البي سي اي انا متوقع هنا انه يكون اقل من 2 من 10. تمام؟ فالان بدنا نشغل، بس انا طبعا هشغل بسرعة على اساس انه ما تسخنش المقاومة كتير. هاي بوينت او 4، بوينت او 4 ممتاز جدا، معناته احنا في الساتوريشن ونص. عشان هيك يا شباب احنا بنختار قيمة مقاومة الار بي اقل من يعني قيمة الاي بي، بنضربها في 5 او بنضربها في 10. ليش؟ عشان نتأكد انه اقل من 2 من 10 وبكتير كمان. تمام؟ فالحين هي اقل من 2 من 10 وبزيادة. تمام؟ فباقي الفولت، باقي الفولت كله وين رايح؟ على الماتور. تمام؟ اللي هو ال 24 ناقص البوينت او 4 رايحة وين؟ على الماتور. وبهيك انا حققت افضل ايش سويتشينج. نيجي يا شباب للتصميم اللي احنا عملناه. طبعا انا في هذا المره المحرك طبعا ما حطيتش محرك هنا. ليش؟ لانه انا بدي تقريبا السيميليشن يكون مقارب جدا لايش لا اللي انا عملته في الحقيقه السيميلي او اللي بدي اعمله. اللي قلنا احنا الماتور تقريبا مقاومته 17 اوم. تمام؟ فانا حطيت هنا تقريبا مقاومه 17 اوم. ليش؟ عشان تخلي التيار نفسه اللي بده يمر في ايش في المحرك. تمام؟ لانه انا حاولت حطيت محرك، يعني لو حطيت محرك هتلاقي التيار هنا اعلى بكتير من ايش من المفترض يمر عليه. تمام؟ فانا حطيت مقاومه عشان اقرب الصوره لمين للي هيصير معنا عمليا. 0 فولت هنا طبعا وقف الماتور، ما فيش اي تيارات داخله او طالعه. خلينا نحط الان 5 فولت ونشوف شو هيصير. حطيت 5 فولت، مر تيار هنا، وبالتالي مر تيار هنا تقريبا 1.4 من 10، قريب جدا من 1.5 تقريبا. وبالتالي انا الان وصلت لحالة التشبع 100%، ما فيش عندي اي مشاكل. العشرة اوم هنا اللي صممتها هنا خلتني هنا يمر تيار تقريبا 0.39 او 396 ملي امبير. تمام؟ 396 ملي امبير هو اللي احنا صممناه، انه ال 12.5 تقريبا هتمرر لي ايش 250 ملي امبير، اللي هو 0.25 ملي امبير اللي هو 4 امبير. تمام؟ لكن انا مر اكثر. ليش؟ لانه في انا عندي انا 10 اوم، لو انا بدي اخليها 0.25 ممكن انا ايش ازودها. طيب الان بيستهلك من ال 5 فولت انا قاعد بستهلك 396 ملي امبير، وبمرر ايش تيار 1.38. طبعا الجهد هنا حوالين الترانزستور قد ايش 2 من 10، يعني ساتوريشن 100%. تمام؟ طيب الساتوريشن انا طبعا ممكن زي ما شفنا الفي سي اي سات، الفي سي اي سات 1.8 من 10. تمام؟ فانا طول ما انا تحت 1.8 من 10 يبقى انا في الساتوريشن. تمام؟ حسب ليش؟ لانه هذا ترانزستور مختلف تي اي بي 41. خلينا يا شباب نشوف يعني بعض يعني حالات مختلفة. انا عندي هنا 396 ملي امبير، مين افضل استهلك 396 ملي امبير ولا استهلك مثلا 100 ملي امبير؟
مين افضل؟ في الحاله الاولى كان التيار 1.38 والحاله الثانيه برضو التيار 1.38 لانه التغيير طفيف جدا. هيو انا بدي ارجع لكم اياها ل 10 هنا. هيو تطلع تطلع التيار هنا، التيار هنا لا يتغير، بس مين اللي بتغير؟ ها نشوف وين بتغير. هاي كل هذا ما بتغيرش، بتغير لما اقرب تقريبا قريب من الصفر. تمام، فالان كل هذا عندي انا ما بتغيرش. مين افضل عندي؟ تمام، حتى تطلع على ايش، على 2 من 10 هذه، كل الرينج هذا، هيو كل الرينج هذا هي ما بتغيرش. تمام، قليل جدا جدا جدا، كله حوالين 2 من 10. فانا مين افضل؟ اختارها قليله جدا في الحاله هذه طبعا. تمام، اللي هي بتاخذ 693 اظن 393 ملي امبير، ولا اخليها مثلا تاخذ 100 ملي امبير. مين افضل؟ اخليها تاخذ 100 ملي امبير افضل، لانه بديش اياها ايش، بديش انا يستهلك من 5 فولت كتير. تمام، بقلل الباور. طيب لو اخترت مثلا خليها 50 ملي امبير برضه ما فيش مشاكل، ما دام الترانزستور بضله في حاله الساتوريشن. لازم اتاكد انه الترانزستور ضايل في حاله الساتوريشن. انا ممكن ازود هذه لايش، للمية كامله، 100 اوم كامله. تمام، ب 40 ملي امبير هنا وهو ضايل في حاله الساتوريشن. تمام، لكن نفترض انه انا حطيتها 2 كيلو او 10 كيلو. تمام، ال 10 كيلو هنا مر تيار صغير جدا، وهنا شوف قديش مر، صغير جدا. فانا خليني اقلل 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 لحد ما يمر هنا مثلا 1.8 عشان نشوف قديش المقاومه ممكن اختارها انا افضل شيء. انا بدي 1. كل هذا طلع، كل هذا لينير، كل هذا لينير، شوف كل هذا لينير. تمام، فانا هذا القيمه عاليه جدا، خليها 1 كيلو. اها هاي بدينا نتخلص من لينير، انا بدي اياها تقريبا قريبه من 1.3. تقريبا هنا افضل، او يعني اقصى شيء ممكن تتعامل معاه. عندك انت هنا ايش، ممكن تحطها 163. هذه في اسوأ الحالات. تمام، 163، لانه بعدها تدخل في حالة اللينير انت. عشان هيك احنا بنختارش على الحافة يا شباب، بنختار اكبر بشوية. تمام، عشان هيك بنختار قيم اكبر بشوية، مش ضعف، لا 5 اضعاف ومرات 10 اضعاف بختاره. الان يا شباب خلينا نكتشف ليش احنا حطينا الديود، اللي هو عبارة عن جزء مهم جدا 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 لما بدي اشغل اي حاجة فيها ملفات. احنا عارفين انه الماتور عبارة عن ملفات في النهاية. تمام، والماتور او الريلي او الكونتاكتور او اي حاجة هو عبارة عن في النهاية ملف. ليش لازم احط ديود بالتوازي مع هذا العنصر اللي هو اللي في جواته ملف، وبالطريقة هذه العكسية؟ تمام، خليني في الاول هني انا بعدت الديود وشلته من الدائرة، بدنا نشوف شو اللي هيصير وبعد هيك نحكم هل هو ضروري ولا لا. تمام، الان مفترض انه انا لما شغل الدائرة، هاي شغلت الدائرة، ال 24 فولت هنا بتستنى تمر عبر الترانزستور عشان يشتغل مين؟ اللي هو المحرك. طبعا عشان يشتغل المحرك لازم هنا 0 فولت يتحول لايش؟ ل 5 فولت. فانا الان عشان اشوف شو بصير على الترانزستور حطيت هنا فولت ميتر، وممكن كمان اضيف اللي هو عباره عن اوسيلوسكوب. تمام، فانا في عندي هنا ايش، الاشاره بتظهر عندي كيف هي شغاله. تمام، فانا عند تقريبا هاي في الخط الاحمر هذا اللي هو عباره عن ال 24 فولت، ال 24 فولت هتمر هيك وهتيجي هين. ليش؟ لانه الماتور مش هيشتغل او مش شغال، وبالتالي هيمرر التيار ولكن مش هيستهلك اي شيء، هيمرر الجهد. طيب الان خلينا احطها 5 فولت وخلي الماتور يشتغل. هاي الماتور بدا يشتغل. تمام، والان هاي ايش الجهد هنا تقريبا صفر، مقارب للصفر، 300 ملي فولت تقريبا مقارب ايش للصفر. تمام، الان بدي اسالك سؤال، التيار الان داخل جوا ايش المحرك، المحرك اللي هو عباره عن ملفات، فاحنا عارفين الملفات لما يخش فيها تيار ايش بيعمل، عمل على مغناطيسها وبيعمل عليها مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي هذا طاقه، هذا في النهايه طاقه. طيب الطاقه هذه هتضل الماتور طول ما مر في تيار فيه هذا المحتفظ فيه. طيب الان لما انا الترانزستور الان شغال وبمر التيار، لكن لما الترانزستور يقف ايش بيصير؟ لما الترانزستور يقف فالمحرك هيقف، لكن الطاقه اللي جواته وين بدها تروح؟ الطاقه اللي جواته هيتم تفريغها. ليش؟ لانه احنا عارفين ملف في قاعده اسمها قاعده لينز بتم بتفرغ الطاقه تبعتها بالاتجاه العكسي. تمام، وبالتالي الملفات هذه هتفرغ الطاقه تبعتها، مش هتلاقي قدامها الا مين؟ الا الترانزستور الموصول. طيب هل الطاقة تبعتها كبيرة يعني عشان الترانزستور يخرب مثلا؟ فهلقيتها نشوف وهتقرر بنفسك. تمام، الآن احنا عندنا الجهد هي صفر،
هنا تمام، بدي اشوف قديش هيصير لما اوقف الماتور تمام. فالان خلينا هي 5 فولت، والان الماتور طبعا هيكون شغال، هو الان شغال بس عشان ايش مغير هذه انا. الان هقول اوكي وشوف الفولت وين بده يروح. طلع طلع وين الفولت راح. بمجرد اني حولت الصفر فولت، الخمسة فولت لصفر فولت، على طول الجهد عندك ايش نط نطة كبيرة جدا. وين هيو هنا الجهد هذا اللي هنا نط نطة كبيرة جدا. خلينا نوقف شوية قديش تقريبا وصل. تخيل وصل 280 فولت. طب الترانزستور هذا قديش بتحمل؟ بتحمل 60 فولت بس. وبالتالي انا حطيت 280 فولت او وصل هنا 280 فولت على 60 فولت بتحمل، وبالتالي ايش هيصير فيه؟ هيخرب تمام. من وين اجى 280 فولت؟ هي عباره عن الطاقه اللي كانت مخزنه في الملفات هنا، فرغتها على هيئه فولت، والفولت اللي هنا ايش هو اللي هيسبب في حرق ايش الترانزستور. 280 فولت إيه؟ وهذا بتحمل بس 60، ايش هيصير؟ هينحرق الترانزستور مباشره تمام. عشان هيك احنا بنقول هذه الحاله في في حاله عدم وجود الديود. طب ايش الديود بيعمل الحين؟ الان نعيد هذه التجربه بس علشان افرجيك انه هاي الان خليها 5 وهيو رجع 0 تمام. ولكن لما احولها 5 0 فولت الان بطفي المحرك، راح ايش اطلق طاقته على الترانزستور وخرب لي الترانزستور تمام. طيب انا كيف احمي الترانزستور؟ يبقى الان فهمنا انه الدايود الان هيكون حمايه للترانزستور. خلينا الدايود نحطه بالشكل هذا تمام. طيب الان هنا نشغل مره ثانيه، وهي عباره عن ايش الفي اوتبوت هنا 24 فولت، هي القيمه 24 فولت. هشغل المحرك، شغلته في الان طاقه. الان تعال تخيل لو الطاقه الان، لو انا وقفت هنا خليته صفر، الطاقه الان هتلاقي مسارين للتفريغ، مسار يروح على الترانزستور ومسار يروح عبر الديود ويمر هيك تمام. مين هيلاقي التيار؟ هيلاقي مين اسهل؟ هيلاقي اسهل ايش؟ الديود تمام. وبالتالي هيفرغ في الديود، والديود هيفرغ في مين؟ في المحرك، ويضلوا شويه دوره ماشيه لحد ما ايش يفصل تمام. وبالتالي انا ايش هيوصل للترانزستور؟ مش هيوصل ولا شيء، وبالتالي هيشعر ايش بامان تمام. خلينا نشوف هذه الاشي عمليا. الان اطلع انت شو هيصير هنا. هنا صفر الان، ولما احط هنا صفر فولت تعال اطلع شوف وين السبايك. السبايك العاليه هذه راحت تمام. الان لما بدي احط فيت شوف تقريبا 24 فولت، هيها 24 فولت تقريبا، وظلت 24 فولت، وبالتالي ما راحت ل 280. مين اللي منعها؟ الديود. خلينا نعيدها مره ثانيه، بس هالمره بدي اياك تطلع على هذه اللوب، طلع على هذا المسار ايش هيصير فيه. هاي صفر مره ثانيه، طلع هذا اللوب هنا، طلع فيها يتيار قاعد بتفرغ في وين؟ في الديود، وبالتالي ايش صار في عندي تفريغ في الديود بدل ما كان يتفرغ في مين؟ في الترانزستور. هذا هو وظيفة الديود، اللي هو حماية الترانزستور من انه يتفرغ شحنة الملف فيه، وثانيا انه يعمل على تفريغ شحنة الملفات اللي هو ان كان في ريلي او في في محركات او كونتاكتورات او اي حاجة فيها ملفات يتفرغ عن طريقه مين؟ اللي هو هذه الطاقة. في شباب جدول احنا شفناه برضو، في لو بحث في النت بتلاقي جدول تانية. في عندي انا جدول هنا بالان بي ان ترانزستورز برضو، هاي جدول في ترانزستورات من نوع اخر، ممكن انا حكيت على بعضهم. في الاي سي اللي بيستحمله، في الفي سي اي اللي بيستحمله، الاتش اف اي تبعته، الباور اللي بتستحمله، وليش ممكن يستعمل تمام. وكمان لو عندك مثلا بي سي 107 لو خرب واحد ايش ممكن يجيب بديل؟ ففي عندك هنا بدائل، هذه هي بدائل تمام؟ لا ايش لكل ترانزستور هنا. هذا جدول لقيناه في النت، ان بي ان ترانزستور، وفي برضه بي ان بي ترانزستور نفس الخصائص تقريبا تمام؟ فانت ممكن تستعمل باي واحد من الجداول، او انت من خلال خبرتك تعمل جدول خاص فيك. وبهيك احنا انتهينا من محاضرة اليوم، نرجو انها تكون ممتعة وعملية، نرجو انه تكون استفدت. أخذت إيدك على التصميم، أخذت إيدك على الحسابات، أخذت إيدك على كيف إحنا بدنا ندخل في موضوع الترانزستور بقوة. تقريبا هيك يعني موضوع الترانزستور كسويتش كمفتاح تم تغطيته بشكل كويس. وإن شاء الله لو فينا عمر إن شاء الله بدنا نكمل اللي هو ترانزستور كمكبر، ونشوف إيش ممكن نعطي فيه. نتمنى أن تكون المحاضرة عجبتك، اعمل لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.